يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المؤلف رحمه الله: لا يجوز أن يقال لغير الله اغفر لي، فما المراد بقول الله سبحانه: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله؟ ما هم يغفرون الذنوب، يغفروا لهم إذا أخطأوا عليهم، إذا أخطأوا عليهم يغفرون لهم ويعفون عنهم، أما الذنوب فلا يغفرها إلا الله سبحانه وتعالى. ومن يغفر الذنوب إلا الله، الذنوب لا يغفرها إلا الله. أما الذي يقع بين الناس من الخطأ ومن الظلم فالإنسان يغفر، يغفر لي. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. نعم.